Hello, I'm Keith Ellison, Attorney General of the State of Minnesota. مرحبا، أنا كيث أليسون، النائب العام لولاية مينيسوتا. أود التحدث مباشرة إلى كافة أولياء وأوصياء طلبة المدارس الإعدادية في أوستن في ولاية مينيسوتا عبر هذا التسجيل الفيديوي بشأن التعداد السكاني لعام 2020. يجري التعداد السكاني في أمريكا كل 10 أعوام، وهو عبارة عن الإحصاء الوطني الذي تقوم به الدولة لكل رجل وامرأة وطفل يقيمون في هذه البلاد، وتقوم الحكومة الفيدرالية بهذا التعداد لتتأكد وإلى حد ما أن كافة المجتمعات تستلم نصيبها العادل من مصادر الثروات الحكومية مثل التمويلات المدرسية والبرامج العائلية المتعددة. لذلك من الضروري أن يتم تعداد كل فرد يعيش في مينيسوتا لمرة واحدة لا أكثر، وأن يتم تعداد الجميع في الوقت ذاته. وفي بداية شهر مارس أو ما يسمى بشهر آذار، ستستلم كل عائلة في صندوق بريدها رسالة من الإحصاء العام. أطلب منكم رجاء أن تملأوا هذه الاستمارة البسيطة، ويمكنكم أيضا القيام بذلك عن طريق الإنترنت أو بواسطة التليفون، ولا يستغرق ذلك منكم سوى بضع دقائق. اكتبوا اسم كل شخص يعيش معكم، ولا يهم إن لم يكن ذلك الشخص فرداً من عائلتكم، ولا يهم ما هو وضع إقامته أو أين ولد. لابد أن يتم إحصاء كل شخص يعيش معكم وتحت سقف سكنكم. إن المساهمة في الإحصاء السكاني أمر سهل وآمن للغاية، وهام لمجتمعنا، وهام أيضاً لمستقبل أبنائكم. وإذا كان لديكم أي استفسار، يمكنكم زيارة الموقع www.2020census.gov. شكراً لإضغائكم.